أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة الاقتصادية المفصلة من أونلايف، حيث أصدر رئيس عبد الفتاح السيسي 4 قرارات جمهورية بتخصيص أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة ببعض المحافظات لإقامة عدد من المشروعات التنموية. وتضمنت القرارات تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحات مختلفة بمحافظة قنا، كما تم تخصيص مساحة 22,343 فدانا بناحية عين كيفار بمحافظة مطروح لاستخدامها في بعض المشروعات. وتضمنت القرارات أيضا تخصيص مساحة حوالي 237,000 متر مربع بناحية مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية حرفية. والموافقة على إعادة تخصيص حوالي 738 فدانا لصالح محافظة القليوبية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية. نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم القرار الجمهوري رقم 381 لسنة 2016، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء. وكان قد تم توقيع الاتفاقية في القاهرة في نهاية مايو من العام الماضي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتبلغ قيمة القرض 29 مليون دينار كويتي. أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان عن موافقة حكومة بلاده على 4 مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية. وقال قطان إن الاتفاقيات تضمنت مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني، واتفاقية في المجالات الزراعية، واتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي أيضا. وأكد قطان أن صدور موافقة حكومة المملكة على تلك الاتفاقيات يأتي في ظل النقلة النوعية التي يشهدها التعاون المستمر بين البلدين، وتأكيدا للتطور الذي تشهده العلاقات السعودية المصرية. قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن العالم الإسلامي يشهد العديد من التحديات والمشكلات التي تهدد مسيرة التنمية، وأبرزها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور البنية التحتية وتراجع مستوى المعيشة. تصريحات نصر جاءت في سياق كلمة مصر باجتماع البنك الإسلامي للتنمية والمنعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وأضافت الوزيرة أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بإجراء إصلاحات اقتصادية في العديد من القطاعات، إضافة إلى إقرار البرلمان مؤخرا لقانون الاستثمار الجديد. وفي سياق ذي صلة، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد العبودي، وتعزز مذكرة التفاهم التعاون لتطوير وتمويل استثمار مشروعات البنية التحتية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك على هامش الاجتماع السنوي 42 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كما وقعت الوزيرة مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار اتفاقية تمويل إضافي لمشروع مكافحة مرض إنفلونزا الطيور ب10 ملايين دولار. بحث وزير الدولة للإنتاج الحربية الدكتور محمد سعيد العصار ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين الموقف التنفيذي لمجالات التعاون المشتركة بين الجانبين. يؤكد العصار أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على عقد الجمعية التأسيسية الأولى لشركة نحن نستطيع الأحد المقبل، وهي الشركة التي تضم ممثلين عن وزارة الإنتاج الحربي وشركة فاكسيرا، من أجل البدء في تنفيذ إقامة مصنع إنتاج مضادات وعلاجات أمراض الأورام. وقال العصار إن البدء في تنفيذ مشروع مصنع لإنتاج علاجات أورام أو أمراض الأورام يعتبر أمنا قوميا. من جانبه أكد وزير الصحة أن ذلك الأمر يساهم في توفير العملة الصعبة التي كانت تستنفذها الوزارة في شراء عقاقير الأورام بأسعارها المرتفعة عالميا.
أيضا في سياق ذي صلة، تدرس شركة جيلياد ساينس الأمريكية للأدوية إنتاج عقار جديد لعلاج فيروس سي في مصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال إنتاج الأدوية. وقال وزير التجارة والصناعة طارق قبيل إن الشركة تستهدف الاستفادة من السوق المصرية ليكون محورا إنتاجيا وتسويقيا لأسواق القارة الإفريقية، وإن العقار الجديد معروض حاليا على هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ومن المقرر الحصول على الموافقات النهائية لإنتاجه أغسطس المقبل. وأضاف قبيل أن مشروع الشركة في مصر يتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل استيراد المادة الخام وتعبئتها داخل مصر، والمرحلة الثانية تتضمن التصنيع الكامل للعقار بعد نقل التكنولوجيات والخبرات المطلوبة للإنتاج. سيطر التراجع الجماعي على أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع، وسط اتجاه بيعي سيطر على تعاملات المصريين في مقابل اتجاه شرائي سيطر على تعاملات العرب والأجانب. وانخفض مؤشر اي جي اكس 30 رئيسي بنسبة 85%، وتراجع مؤشر اي جي اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 48%، وانخفض مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 32%. مينا بشرى معنا من مقر البورصة المصرية بالصوت والصورة كالعادة. مينا، يعني إغلاق بهبوط جماعي لمؤشرات البورصة منذ بداية اليوم، ربما ما الأسباب لديك؟ نعم، مساء الخير ولاء. مبيعات المستثمرين المصريين والمؤسسات إضافة أيضا إلى التراجع شبه الجماعي للأسهم القيادية، هذه العوامل كانت عوامل ضغط على أداء مؤشرات البورصة وتحديدا المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30. لتتراجع كافة المؤشرات إلى المنطقة الحمراء على مدار جلسة اليوم، على الرغم من المكاسب التي وصلت إليها تعاملات البورصة والمؤشرات بالأمس، إلا أن جلسة اليوم آخر تعاملات هذا الأسبوع انطلقت المؤشرات نحو المنطقة الحمراء منذ مستهل التعاملات وحتى إغلاق جلسة اليوم. نتيجة لهذه الضغوط البيعية، المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مؤشر إي جي إكس 30 تراجع بمقدار 85% عند الإغلاق، ومسجلا 12952 نقطة. وبذلك يكون المؤشر الرئيسي خلال تعاملات اليوم تراجع دون مستوى المقاومة الذي وصل إليه بالأمس، وهو مستوى 13000 نقطة وصل إليها المؤشر الرئيسي خلال بداية أو خلال جلسة الأمس. ولكن خلال النصف ساعة الأولى من تعاملات اليوم تراجع المؤشر الرئيسي دون هذا المستوى. المؤشر الثاني وهو المؤشر الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة مؤشر إي جي إكس 70، ونتيجة أيضا لاستمرار الضغوط البيعية منذ مستهل التعاملات وحتى الإغلاق من جانب صغار المتعاملين تراجع بمقدار 48%، ومسجلا 591 نقطة. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر إي جي إكس 100 تراجع أيضا بمقدار 32%، ومسجلا 1380 نقطة بنهاية تعاملات آخر جلسات هذا الأسبوع. ومن أداء المؤشرات اليوم إلى أداء الأسهم، فبالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا اليوم، ففي المرتبة الأولى جاء سهم شركة النصر للأعمال المدنية بمقدار 78% صعودا، وفي المرتبة الثانية سهم مصر الوطنية للصلب بنحو 8.44%، مصر لصناعة التبريد في المرتبة الثالثة بمقدار 8.32%، وفي المرتبة الرابعة سهم مصر للأسواق الحرة بنحو 5.12% صعودا، وفي المرتبة الخامسة سهم الدلتا للتأمين بنحو 4.10% صعودا. أما بالنسبة للقائمة الثانية وهي الخاصة بالأسهم الأكثر انخفاضا اليوم، ففي المرتبة الأولى سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنحو 7.74% تراجعا، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بمقدار 6.85% تراجعا، دلتا للطباعة في المرتبة الثالثة بمقدار 4.98%، القومية للأسمنت في المرتبة الرابعة بمقدار 4.89% تراجعا، وفي المرتبة الخامسة سهم بنك الكويت الوطني مصر بنحو 4.75% تراجعا.
إذا تحدثنا بعد ذلك عن رأس مال البورصة والخسائر التي منيت بها الأسهم اليوم نتيجة لهذا التراجع الجماعي، فقد منيت الأسهم اليوم بخسائر قدرها 3 مليارات و157 مليون جنيها نتيجة لهذا التراجع الجماعي لمؤشرات البورصة وانعكاس ذلك على الأسهم التي تم التعامل عليها منذ مستهل التعاملات وحتى الإغلاق. ولكن إذا تحدثنا بشكل عام عن أداء البورصة المصرية على مدار الخمس الجلسات المتتالية، فبختام جلسة اليوم نهاية تعاملات هذا الأسبوع قد منيت البورصة بخسائر قدرها 484 مليون جنيها نتيجة لوجود عدد من الجلسات التي شهدت ارتفاعا جماعيا وبين جلسات أخرى التي شهدت صعودا شبه جماعيا وجلسة اليوم التي شهدت تراجعا جماعيا، لتغلق البورصة ختام تعاملات هذا الأسبوع على رأس مال سوقي وصل إلى مستوى 666 مليارا و 802 60 مليون جنيه. أيضا بالنسبة لفئات المستثمرين اليوم، فالمتعاملون المصريون نسبة الاستحواذ لديهم اليوم وصلت إلى 74.1%، وبصافي بيع وصل إلى 31 مليون و662 ألف جنيه. أما بالنسبة للمتعاملين العرب، فبختام التعاملات نسبة الاستحواذ وصلت إلى 6.26% من إجمالي التعاملات، وبصافي شراء وصل إلى أو تجاوز مستوى 4 ملايين جنيها. بالمثل اتجهت تعاملات الأجانب أيضا نحو الشراء اليوم بنسبة استحواذ وصلت إلى 19.73% من إجمالي التعاملات، وبصافي شراء وصل إلى 27 مليون و450 ألف جنيه. أيضا بالنسبة لمستوى السيولة، فعلى الرغم أن الجلستين الماضيتين تبعنا ارتفاعا كبيرا في مستوى السيولة تجاوز مستوى أو حاجز 1 مليار جنيه، ولكن تعاملات اليوم تراجعت السيولة مرة أخرى لتصل إلى مستوى 875 مليون و592 ألف جنيه، وذلك من خلال التعامل على 212 مليون و842 ألف سهما، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها على مدار جلسة اليوم بما يزيد عن 23 ألف عملية. أيضا بالنسبة لإجمالي عدد الأسهم التي تم التعامل عليها خلال الجلسة، فقد وصل إلى 181 سهما، ارتفع 41 سهما في مقابل تراجع 125 سهما و15 سهما شهدوا حالة ثبات على مدار جلسة اليوم. أخيرا بالنسبة لأداء القطاعات اليوم، فقد شهدت القطاعات تراجعا شبه جماعيا تأثرا بالأداء السلبي العام لمؤشرات البورصة، ولكن إذا تحدثنا عن القطاعات التي استقرت داخل المنطقة الخضراء، ففي المرتبة الأولى من حيث قيم وأحجام التداول كانت من نصيب قطاع المنتجات المنزلية وشخصية بقيم تداول تجاوزت 120 مليون جنيها، حجم تداول تجاوز 3 ملايين سهما. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع السياحة والترفيه بقيم تداول تجاوزت 29 مليون جنيها، وبحجم تداول تجاوز 10 ملايين سهما. نعم، بشكرك مينا بشرى مراسلنا الدائم من مقر البورصة المصرية. دائما شكرا لك مينا على كل هذا التلخيص لنهاية الأسبوع وجلسة نهاية الأسبوع. شكرا لك. قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي أن رئيس الوزراء سيفتتح معرض أهلا رمضان يوم الاثنين المقبل في القاهرة، وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن المعرض سيكون متاحا للجمهور من يوم غد الجمعة في باقي المحافظات، وأن منافذ توزيع معرض أهلا رمضان كافة ستتاح في جميع المحافظات، وأشار إلى أن الأسعار في منافذ البيع متطابقة ولا يوجد بها أي تغيير، مطمئنا جميع المواطنين على توافر جميع السلع. بطلب من المواطنين حتى يكون هناك نوع من التوجه الحضاري ان احنا نلتزم بذلك. كنت في اجتماع مع دولة رئيس الوزراء والحمد لله قبل ان هو سوف يتم افتتاح المعرض بحضوره وبتشريف وزير الصناعة والتجارة. وفيما له صلة، أكد وزير التموين علي المصلحي أنه تم تنظيم خارطة منافذ أهلا رمضان بكل المحافظات، مشيرا إلى أن عدد المنافذ وصل إلى 122 منفذة. التوزيع أو معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، وتم الاتفاق على 122 موقع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية من حلايب وشلاتين إلى شمالا رفح إلى بير العبد
أهلنا في شمال ووسط وجنوب سيناء وكذلك في مرسى مطروح. كما قال وزير التموين إن معارض أهلا رمضان هي ثمرة تعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة التموين والشركات التابعة لها والاتحاد العام للغرف التجارية. في جزء من أرض المعارض، وبالتالي هنا تعاون الحكومة مع الاتحاد العام مع الاتحاد الصناعات الغذائية بالإضافة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بيدي نوع من التعاون والمشاركة والتكافل الحقيقي لعرض هذه السلع. قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ببراءة رجل الأعمال حسين سالم من اتهامه في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل. قال رجل الأعمال حسين سالم لأونلايف في اتصال هاتفي من إسبانيا إن الحكم يزيد من رغبته في تسوية أي نزاعات قضائية، مؤكدا رغبته في العودة إلى مصر. للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف دكتور محمود كبيش محامي رجل الأعمال حسين سالم. أهلا بك دكتور محمود إلى هذه النشرة. تفاصيل الحكم الصادر اليوم لو سمحت. أهلا وسهلا. هو حكم صادر بالبراءة من التهم المنسوبة إليه في هذه القضية، قضية تصدير غاز إسرائيل. والحقيقة أنه صادر في هذه القضية حكمان تم تأييدهما من محكمة النقض، وصار باتين الحكم الصادر في قضية الرئيس الأسبق حسني مبارك والحكم الصادر في قضية قيادات البترول. وهذان الحكمان انتهيا إلى البراءة الموضوعية لجميع المتهمين في يعني لا يوجد أي قضايا الآن دكتور محمود على رجل الأعمال حسين سالم؟ لا، في قضية تصدير الغاز، في قضية غسل الأموال الناتجة عن تصدير الغاز لإسرائيل، وهذه القضية طبعا فيها إعادة إجراءات. هذه القضية تفترض هي مش محكمة جنايات القاهرة، عفوا دكتور محمود، هي حكمها في قضية تصدير الغاز لإسرائيل اللي هي البراءة. بالضبط يا فندم، بس طيبا. في كان في قضية أخرى متهم فيها رجل الأعمال ونجله ونجلته بغسل الأموال الناتجة عن تصدير الغاز، يعني اللي هي فهذه قضية مرتبطة ارتباط حتمي بقضية تصدير الغاز، لأنه بيفترض إنه الجريمة الأصلية إن في جريمة أصلية. دلوقتي ما بقاش في جريمة أصلية اللي هي الجريمة التي أنتجت المال اللي هي جريمة تصدير الغاز، أصبحت الآن في حكم العدم بعد صدور حكم البراءة. نعم. فكده بتنتفي جريمة غسل الأموال، لكن إجرائيا لابد من عمل. لازال هناك كلام. أنا بعتذر عن ضيق الوقت دكتور محمود كبيش محامي رجل أعمال حسين سالم، لأنه سأنتقل إلى مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودية عادل الجبير، فلنذهب ونستمع. أن ينتقل الحوار إلى حوار شراكة وإلى حوار إيجابي، سيستطيع سيلقي الرئيس ترامب كلمة أمام المؤتمر، سيكون التركيز على مواجهة التطرف، مواجهة الإرهاب، على نشر أفكار التسامح والتعاون والتعايش، هيكون التركيز على خلق شراكة بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية في عدة مجالات، سيتطرق إلى أمور الشباب وكيف والتعليم والتقنية والتجارة والاستثمارات. ونتوقع بإذن الله أن يكون هذه القمة حدث تاريخي يفتح كما ذكرت صفحة جديدة بين العلاقات بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة والغرب بشكل عام. فمرة ثانية نحن نتطلع لهذه الزيارة التاريخية، ونحن نتطلع إلى زيارة القادة من العالم العربي والإسلامي. وأحد أهم المؤشرات لأهمية هذه الزيارة وأهمية هذه القمة هي مستوى تمثيل الدول المشاركة. نتوقع إلى الآن أن يكون هناك تقريبا 37 قائد بلاد بين ملوك ورؤساء، وإلى الآن توقع أن يكون هناك 6 رؤساء حكومات. فهذه أرقام
ومستويات غير مسبقة في قمم دولية، وهذه تؤشر على أهمية هذه القمة التاريخية، وعلى حرص قادة الدول العربية والإسلامية في المشاركة في مثل هذه القمة. كما لا يفوتني أن أنوه بالجهود التي قام بها سمو ولي العهد في التعاون مع الملف الأمريكي، والزيارة الأخيرة التي قام بها لمدينة واشنطن التقى فيها بالرئيس ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكان، وكانت زيارة والله الحمد ناجحة جدا، رفعت مستوى العلاقات بين البلدين ومهدت الطريق لزيارة الرئيس ترامب التاريخية للمملكة العربية السعودية. فهنا أود أن أوقف الحكي وأشوف إذا عندكم أي استفسارات أو أسئلة. Thank you very much. Frank. طبعا مشاهدينا، كان هذا مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودية عادل الجبير، وواضح أنه كان بيتحدث عن القمة الإسلامية الأمريكية التي ستعقد في المملكة بداية الأسبوع المقبل على يوم السبت تقريبا، وتمت دعوة العديد طبعا من الدول، وذكر أنه في 37 دولة مدعوة سيمثلون إما بقائد أو بملك أو رئيس قادة هؤلاء الدول. يعني مشاهدينا، نذهب إلى فاصل سريع وقصير ونعود من بعد، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. شهور قليلة ويهل علينا موسم الحج، والتي تسعى من خلاله شركات السياحة إلى زيادة إيراداتها وتحقيق ربحية للشركات، خاصة مع تأخر موسم العمرة العام الجاري. المزيد في التقرير. شهور قليلة ويهل علينا موسم الحج الذي ينتظره الكثير من المصريين لزيارة بيت الله الحرام. ومنذ أيام أصدرت وزارة السياحة ضوابط وأسعار برامج الحج لتنظيم عمل الشركات السياحية بالسوق المصرية، وتتراوح أسعار برامج السفر البري للعام الجاري للفرد بين 41 و 50 ألف جنيه، في حين تتراوح أسعار برامج الاقتصادية طيران بين 67 و 74 ألف جنيه. وزادت أسعار الحج السياحي هذا العام بشكل كبير بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الريال السعودي. وعلى الرغم من زيادة أسعار برامج الحج التي أقرتها وزارة السياحة، إلا أن هناك اعتراضا كبيرا عليها من جانب شركات السياحة. ويعد موسم الحج للشركات السياحية من أكثر المواسم الدينية التي تحقق ربحية للشركات، والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة إيرادات هذه الشركات. وأقرت اللجنة العليا للحج موعد بداية تسجيل أسماء الحجاج على المسار الإلكتروني ابتداء من 9 من يوليو وحتى 7 من أغسطس، ورغم أن الأسعار تناسب شريحة محدودة من المجتمع، وهو ما يدفع شركات السياحة لترقب إعادة النظر من جانب الوزارة في الأسعار لتتمكن من استقطاب شريحة أكبر من المواطنين وتقديم خدمة تتناسب مع حجاج بيت الله الحرام. للحديث أكثر بينضم إلينا بالصوت والصورة الأستاذ خالد الجهني، عضو غرفة الشركات السياحية. أهلا بك أستاذ خالد، دائما ومجددا على شاشة أون لايف. ما هي الضوابط والأسعار الجديدة التي طرحتها وزارة السياحة ربما أغضبت البعض؟ أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبة والشعب المصري كله بخير. هو حضرتك احنا طبعا يعني في البداية، انت عارف حضرتك قبل كده احنا اتكلمنا ان السنة دي ده يعني سنة استثنائية على الظروف اللي احنا فيها من بداية السنة، وحضرتك عاصرتي كمان المشكلة اللي كانت حصل ايام العمرة، موضوع توقف تنفيذ رحلات العمرة. واحنا في الحقيقة كنا كلنا منتظرين من وزارة السياحة ان يتم الاعلان عن الضوابط من فترة طويلة جدا، بقالنا يعني اكتر من شهر منتظرين ان تعلن الضوابط اللي هنشتغل بيها. وطبعا يعني تأخير الضوابط ده برضو له تأثير كبير جدا علينا، لان طبعا كل الجهات التانية اللي بتنفذ الحج سواء كان وزارة التضامن او وزارة الداخلية اعلنت عن مواعيد التنظيم والاسعار بفترة طويلة جدا، فده طبعا يعني برضو كان من عوامل مؤثرة علينا جدا 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 لموسم الحج السنة ده. احنا طبعا زي ما انت قلت حضرتك كده في التقرير بتاعك، احنا كشركات سياحة في مصر اللي بتنظم الحج
حوالي 2000 وشويه شركه، 2500 شركه تقريبا. الشركات كلها فعلا السنه دي بعد اللي حصل في موسم العمره كانت بتتطلع لموسم حج ناجح وموسم حج قوي، على الاقل على الاقل كان يعمل نوع من انواع التعويض لكل الشركات. لكن للاسف احنا دايما وابدا حظنا سيء جدا. موضوع تاخر صدور الضوابط بيخلينا في مرحله متاخره دايما في تقديم الخدمات للعملاء بتوعنا. طبعا احنا يعني السنه دي حاجات كتيره حصلت خارجه عن ارادتنا، طبعا نظرا لارتفاع سعر الريال اللي موجود في السوق حاليا. الاسعار شهدت تطور رهيب في الفتره اللي فاتت دي، حتى برضو موسم العمره نفس القصه كان له تاثير، وتاثير كبير جدا جدا جدا، وده واضح برضو من الفتره اللي فاتت دي، لان احنا طبعا ضغطنا الشغل كله في تقريبا حوالي شهرين ونص، عمل لنا ربكه وعمل لنا برضو شويه دبكه. لكن وبالتالي ما المتوقع يا استاذ خالد لموسم الحج؟ كنا عشمانين في الله سبحانه وتعالى ان احنا نبدا بموسم ال نعم. ما المتوقع اذا يعني بعد كل هذه المعطيات؟ ان شاء الله باذن الله تعالى ان موضوع الحج نعم. كنت اسال انه ما المتوقع اذا يعني ما الذي سيترتب على كل ما قلته؟ والله حضرتك هو زي ما انت برضه تشرفتي برضه التقرير اللي حضرتك زعتيه من شويه. ان طبعا في اللجنه العليا اجتمعت بالجهه الاداريه بوزاره السياحه، وعرضوا على الاسعار اللي هي نزلت في الضوابط والتعليمات والضوابط اللي نزلت، ان في طبعا اعتراض على 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 الاسعار، وان شرحت الوضع بالظبط وشرحت الموضوع اكثر تفصيلا للجهه الاداريه، ورفعت مذكره بهذا الشأن، على ان الجهه الاداريه ان شاء الله باذن الله المفروض ان خلال الفتره اللي جايه دي باذن الله تعالى باسرع وقت هتنظر لموضوع الضوابط والاسعار، وتعيد النظر في موضوع الاسعار والضوابط، عشان الموسم كده يعني الوقت برده مش في صالحنا ومش في صالح الشركات. وحضرتك انت عارفه ان كل الشركات السنه دي بتحاول انها تكون ملتزمه مع العملاء بتوعها، وتقدم أكبر قدر ممكن من الخدمات وأكبر قدر ممكن من التميز. ده طبعا مع في ظل الأسعار اللي صدرت الفترة اللي فاتت دي هتعجز الشركات. فطبعا الجهة الإدارية استقبلت من اللجنة العليا المقترحات، وأعتقد إن شاء الله بإذن الله أنه هيتم تعديل، يعني في وعد بأن يتم تعديل للضوابط وللأسعار. من منتظر الأسبوع الجاي إن شاء الله يكون في انفراجة في الموضوع ده، نعم، ويحصل تعديل عشان الأمور كلها تمشي إن شاء الله بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ خالد الجهني، عضو غرفة شركات السياحة، كنت معنا بالصوت والصورة، شكرا لك. أكدت شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية ارتفاع أسعار الدواجن في السوق المحلية بنسبة تتراوح بين 15 و20% منذ بداية الأسبوع الجاري قبل حلول شهر رمضان الكريم. وقال رئيس الشعبة الدكتور عبد العزيز السيد لأون لايف أن سعر الكيلو ارتفع في المزرعة بصورة تدريجية من 24 جنيها ل 29 جنيها، ليسجل سعر الكيلو 34 جنيها في السوق المحلية. تفاصيل أكثر معنا على الهاتف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية. أهلا بك دكتور عبد العزيز، يعني السؤال المتوقع طبعا هو ما سبب ارتفاع هذه الأسعار في هذا التوقيت بالذات 20%؟ أستاذ المشاهدين، احنا قلنا قبل كده من مدة أسبوع أو أسبوعين قلنا هتشهد صناعة الدواجن في مصر ارتفاعات قبل رمضان، وكان السبب الرئيسي إن دخول الكتكوت إلى 12 جنيه ونص المزرعة، ده كان من ضمن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الارتفاعات، لأن ارتفاع الكتكوت كان أسعار غير مبررة نهائيا أن يصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيه ونص، رغم إنه تكلفته الفعلية 3 جنيه ونص. وقلنا إذا كان هناك خسائر سابقة لمنتجي الكتكوت تتراوح بين جنيه و2 جنيه، مش معنى ذلك ان هم يعوضوا بمكسب 300 و400%. ده الخلل اللي احنا قلناه واتكلمنا عليه مره واثنين وثلاثه، وقلنا ان زياده الطلب في رمضان هي اللي بتؤدي الى ارتفاع الاسعار، لكن هذه المره ارتفاع الاسعار من خلال ارتفاع سعر الكتكوت الذي كان هناك ارتفاعات غير مبرره نهائيا، مما ادى الى ما نحن فيه في المرحله الحاليه. طيب ما هو يعني ايضا السؤال انه لانه دائما من بيتحدث عن ان سعر الكتكوت هو الذي زاد، وبالتالي طب هو لماذا يعني بيتم زياده سعر الكتكوت اصلا؟
لا ما هنا حضرتك احنا بنتكلم على الجزئيه الخاصه ان الكتكوت ارتفع بدون اي مبررات، يعني احنا ما فيش اي مشكله، ما عنديش ازمه، ما عنديش مثلا، لكن زياده الطلب عليه ادت الى هذا، والكلام ده مش مظبوط. عشان كده هقول لابد ان تكون هناك اليات جديده. زي ايه يا فندم؟ زي ايه؟ بص حضرتك النهارده احنا بنقول سوق حر، هل السوق الحر ما حدش يتكلم ونسكت سوق حر؟ ولا هنتكلم على موضوع اخر؟ اذا كنا هنتكلم على السوق الحر ما حدش يتكلم سوق الحر، هي اليات السوق الحر. اذا كنا هنتكلم على السوق الراسمالي او الاشتراك، لابد يكون ضوابط. هنتكلم بقى نضع ضوابط، احنا كدوله نستطيع ان نضع ضوابط، نقول ان احنا عايزين نعمل جزئيه خاصه ان انا كيفيه ان انا انتج الكميات المناسبه اللي تحتاجها السوق المصري، بحيث ان احدد السعر. النهارده الكتكوت لا يقل عن 3.5 ولا يزيد عن 5 جنيهات او 5 جنيهات ونص. دي جزئيه. يا اما انا استصدر تشريع يحدد هامش الربح لكل الحلقات، وبناء عليه يكون عندي رقابه صارمه من الجهات الرقابيه لهذا الامر. المفروض نعمل الكلام ده كله، لكن احنا بنتكلم كتير لكن ما فيش افعال على ارض الواقع، واللي بيشيل الليله المواطن المصري الفقير. طيب هو مش كان في شحنه مستورده من دواجن مجمده يعني 20,000 طن تقريبا، يعني انه في وفره في السوق؟ لا 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 ما كانش. هو من المفترض ان الاتحاد كان اتفق مع وزاره التموين على 20,000 طن، وكان بياخد فرق السعر من صندوق التعويضات، ولكن لما ارتفعت اسعار الدواجن بشكل غير طبيعي ما بداش يتنفذ اتحاد منتج الدواجن، لان اللي هيخسر او الناس اللي هيوردوا هيخسروا، وصندوق التعويضات مش هيعوضهم. اما ان احنا استوردنا، الشركه القابضه او الدوله او الحكومه استوردت تقريبا 15,000 طن على اساس ان 15,000 طن ندخهم في رمضان. ده الكلام لازم نتكلم فيه بقى، كيفيه ان الكلام ده. انا عندي منافس كثيره جدا لست شركات تبع الشركه القابضه، يجب ان يتم الان ضخهم، لان انا عندي 15,000 طن دول بيمثلوا او 20,000 طن هيمثلوا 10 ايام. فاحنا بنتكلم ان احنا يجب ان يتم الضخ فورا عشان يعمل توازن في السوق المصري، وبناء عليه طيب ممكن يحصل انضباط. هناك ايضا نقطتان ربما دكتور عبد العزيز. نعم. هل على بدايه رمضان سنشهد ارتفاع اخر، وهل سيكون هذا الارتفاع يعني مثلا أنا لمده أنا اسبوع أنا وينخفض ام انه دائم؟ لا 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 انا قلت الانخفاض سيتم بعد الاسبوع الاول. من رمضان يعني الاسبوع الاول، بعد الاسبوع الاول هيحصل انخفاضات ربما تصل الى 25%، لكن احنا ما زال هناك ارتفاعات. يمكن النهارده زاد الجنيه كمان، الفراخ وصل 30 جنيه، وده كلام يعني انا مش فاهم على اي اساس ليه؟ ليه الزيادات عماله ترفع؟ لماذا؟ لابد يكون وقفه هناك، لابد ان تكون وقفه من نائب الوزير اللي هي الدكتوره منى محي. انت فين طيب من الكلام ده كله؟ انت كنت في الاتحاد ومع المنتجين وموجوده، قول لنا الاسباب. طيب قول لنا ليه ايضا الشعبه دكتور عبد العزيز يعني عليها دور، يعني لماذا انتم لا تتحركون؟ طيب احنا هقول لحضرتك احنا ايه اللي اتحركنا فيه وصدده. احنا عملنا 10 منافس مع محافظه القاهره بحيث ان احنا نتم بيع الدواجن بسعر التكلفه بدون اي هامش ربح، بسعر التكلفه. ده اللي احنا قلناه وهنعمله ان شاء الله، ابتدي بتحرك فيه. ده اللي نقدر نعمله من عندنا، لكن انا بتكلم على المنتج. نعم. متى هيبدا؟ من اول الاسبوع القادم في تحركات هتعمل في المرج، وهتعمل فين في نفس الاماكن التي تم في العام الماضي، ستتم هذا العام من خلال الغرفه التجاريه باذن الله، موجود يعني. طب نحن يعني الى متى سنظل يعني قصه الكتكوت والدجاجه، الى متى سنظل في هذه يعني في هذه الظروف يعني؟ انا مع حضرتك، احنا اتكلمنا مره واثنين وثلاثه على التطوير والتحديث والهيكله، واتكلمنا ان احنا المشاكل المتواجده عندنا بتتمثل في الاعلاف اللي بتمثل 70% مدخلات الصناعه، واتكلمنا على اللقاحات اللي احنا بنستوردها من الخارج ومن الممكن ان تكون غير مؤثره، اتكلمنا على البورصه، لان اكبر مشكله بتواجهنا النهارده البورصه. لابد يكون عندي بورصه، البورصه تقول لي انا بنتج قد ايه النهارده وتكلفه الانتاج قد ايه واقدر اعمل ايه. ده من المفترض يحصل هذه الاونه يعني. لكن الكلام ده مش حصل. احنا بنتكلم مده كبيره جدا، عاوزين البورصه، اعملوا البورصه يا جماعه وخلوا ناس تديرها، ناس عندها حرفيه وناس بتحب البلد وناس مالهاش اي مصلحه الا المواطن. يعني المواطن والصناعه في ان واحد. هتفرق في ايه دكتور عبد العزيز؟ معلش توضح لنا. النهارده السماسره بيقولوا الاسعار حسب اهواء الناس او حسب الشركات الكبرى. النهارده لما اجي اقول ان انا عندي بورصه بتديرها الحكومه او بتديرها مجموعه من الفنيين على اعلى مستوى، بيقول لك تكلفه الانتاج النهارده 20 جنيه مثلا، مش هي 20 جنيه مثلا، وبحط هامش ربح للمنتج جنيه، يبقى 21 جنيه. لكن النهارده ما تكونش التكلفه
22 23 بحد 30 29 ولابد ان يلتزم كل الناس بالاسعار اللي تصدر من البورصه. ده اللي احنا بنتكلم عليه واللي احنا عاوزينه في المرحله القادمه. يعني تكون جهه رقابيه يعني بمعنى عن جهه رقابيه تحدد الاسعار حسب التكلفه الفعليه للمنتج على ارض الواقع. وبناء على هذا الكلام نستطيع نعمل انضباط للمنظومه. اما احنا سايبينها عشوائيه ونقعد في اليات العرض والطلب، اليات العرض والطلب العالم كله في انضباط. انا بشكرك يا فندم، صوت حصل فيه شيء. الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه ثروه الداجنه باتحاد الغرف التجاريه، شكرا ليك يا فندم. وفي سياق متصل قال نائب رئيس شعبه القصابين بالاتحاد العام للغرف التجاريه محمد شرف لاون لايف ان اسعار اللحوم تشهد ارتفاعا ايضا بقيمه 5 جنيهات خلال الاسبوع الحالي، ليتراوح سعر كيلو الكندوز بين 130 و 140 جنيها. واشار الى ان سعر كيلو الضأن يتراوح بين 140 و 150 جنيها، مرجعا تلك الزيادة لآليات السوق المتمثلة في العرض والطلب. على الهاتف معنا الأستاذ محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية. أستاذ محمد، أيضا يعني هي تيمنا يعني بأسعار الدجاج فاللحوم ارتفعت أيضا أم ماذا؟ يعني ارتفعت نسبة 5 جنيه مثلا الأسبوع ده. نعم، بس يعني هو لان انت عارف عندنا المنتج المحلي احنا بننتج حوالي 40% اللي هو المنشئ الاصلي اللي هو المصري، ده الانتاج المحلي بتاعنا، وبنعتمد على 30% اللي هو المجنس اللي هو بيتذبح على الحدود سواء اوكراني او سواء اثيوبي او سوداني، وبنعتمد على 30% حوالي اللي هم المجمد بس. وان شاء الله ان الدوله مستقبلا تتبنى مشروع التنميه دوت وزياده الانتاج يزيدها ان شاء الله. استاذ محمد، يعني كل هذه الظروف موجوده منذ زمن، يعني لماذا الان قبل بدايه شهر رمضان بايام معدوده يكون في زياده في الاسعار؟ لماذا الان؟ هو عشان حضرتك مش لماذا ولا حاجه، ده هو بس عشان خاطر بس يعني في سحب كده، وانت عارفه كل اللحم زاد. مش بس اللحمه البلدي، بس كل انواع اللحمه زادت والدواجن زادت، بس ده سوق عرض وطلب بس حسب السحب يعني. لكن هو يعني انت عارفه ده في موسمه عادي جدا يعني. يعني يعني يا استاذ محمد انا اشعر من كلامك حاسه انه يعني اللحوم زادت عشان في حاجات كتير تانية زادت ايضا، فيعني كلهم تم مع بعض يا استاذه، هو ما فيش اي حاجه يعني خالص، هو مش ما زادتش للدرجه اللي هي 20 جنيه 30 جنيه، هي زادت 5 جنيه ده شيء طبيعي يعني عادي. الاسواق زادت خلاص وتكلفه العلف وكل دوت. بشكرك استاذ محمد شرف نائب رئيس شعبه القصابين بالاتحاد العام للغرف التجاريه، شكرا لك. ايضا لكن بتشهد اسعار الاسماك حاله من الاستقرار في سوق العبور قبل حلول شهر رمضان، ليتراوح سعر كيلو البلطي بين 18 و23 جنيها حسب حجمه. أما كيلو البوري فيتراوح بين 53 أو 30 و50 جنيها، ويتراوح سعر كيلو سمك المكرونة بين 40 و50 جنيها. في المقابل بتشهد أسعار الأسماك في الأسواق الشعبية ارتفاعا لا يتناسب مع أسعارها في أسواق الجملة. على الهاتف للمزيد معنا الأستاذ محمد جعفر عضو مجلس أمناء سوق العبور، أهلا بك يا أستاذ محمد. ثبات أسعار الأسماك، هل بنتوقع انخفاض أكثر؟ أهلا بحضرتك وكل سنة والشعب المصري بخير. احنا الحمد لله عندنا فعلا أسعار الأسماك فيها استقرار بقى لها فترة، وده كان راجع لعدة عوامل. وأسعار البلطي والبوري والمكرونة زي ما حضرتك قلت كده، والمتوقع إن شاء الله الفترة اللي جاية عشان دخول شهر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين، حضرتك عارفين إن أول أسبوع الشعب بيقبل على اللحوم والفراخ، فعندنا ما في استقرار في اسعار الاسماك، فبتبقى متوقع انخفاض منها كمان الفتره اللي جايه ان شاء الله. يعني انتم لكي تجذبوا الانظار للاسماك، يعني لانه الاسماك مش متداوله في شهر رمضان بشكل جيد يعني كالعاده. بالظبط، فاول اسبوع كده بالاقبال على الاسماك خفيف. طيب نبدا من اتفضلي. يعني سبب استقرار الاسعار الان، يعني ما هو السبب؟ هو في عدة عوامل، كان قرار اللي الحكومة فرضته على تصديق الرسوم اللي اتفرضت على البلطي والبوري، فده خلى المتداول في الأسواق المصرية منه معروض كتير، بجانب احنا عندنا دايما شهر 5 و6 أكبر شهرين بيبقى فيهم إنتاج البلطي والبوري،
فاحنا عندنا كلما زاد المعروض كلما قل السعر، فعشان كده الاسعار مستقره. بجانب في برضو كميات من مستورد، سمك مستورد زي الماكريل والجمبري متواجده في السوق، بجانب ان زي ما قلت لحضرتك ان الفتره ال 10 ايام اللي جايين دول بيبقى الاقبال على الاسماك قليل شويه. طيب في الاسواق الشعبيه كما ذكر الخبر انه اسعار الاسماك فيها يمكن الضعف عن الجمله، لماذا؟ هل في تفسير استاذ محمد؟ هو طبعا تجار التجزئه اللي بياخدوا من سوق العبور بيبقى عليهم مصروفات، مصروفات النقل والثلج والكهرباء والعماله اللي عندهم، بس اعتقد ان هي بتبقى توصل الضعف يعني. يعني ممكن يكون في هامش مثلا زياده شويه 30% او 40% حسب التكلفه وحسب المكان. وزي ما حضرتك قلت كده بترجع برده لحجم السمك، يعني مثلا كيلو البوري اللي هو سمكتين في الكيلو غير كيلو بوري لاربع سمكات او البلطي او الكلام ده، لكن ما بتوصلش للضعف، ممكن تبقى اقل شويه في الاسواق. بعد اول اسبوع من رمضان ما الذي سيحدث بعد جذب يعني الناس انهم يشتروا الاسماك؟ بالظبط هتبقى الاسعار برده مش هتعلى، يعني هتبقى برده في استقرار في اسعار السمك، لان زي ما قلت لحضرتك شهر 5 و6 انتاج البلطي والبوري يبقى كتير يعني. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد جعفر عضو مجلس امناء سوق العبور. مشاهدينا نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود اليكم، ابقوا معنا لو سمحتم. المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة عن جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي بحضور نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ونائب رئيس اتحاد الصناعات. بهدف الخروج بحلول وبتوصيات من الممكن تطبيقها، عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية الجلسة النقاشية الثانية تحت عنوان الإصلاح المؤسسي في مصر السهل الممتنع، وذلك لمتابعة الجلسات التي نظمها المركز في الشهر الماضي. ندوة النهاردة جاي في إطار متابعة الجهد اللي عمله المركز علشان خاطر يتناول موضوع الإصلاح المؤسسي، لأنه أساسي في المنظومة الاقتصادية واللي من غيره مش هنقدر نعمل إصلاح حقيقي. اللي عمله دكتور صالح إن هو عرض الجهود بتاعة الدولة في هذا الإطار، عرض محاور الاستراتيجية بتاعة الإصلاح الإداري اللي الدولة متبنياها بالتفصيل الكبير، وعرض كمان علينا الجهد اللي عاملينه في قواعد البيانات. الجلسة تناولت العديد من الموضوعات التي تحمل أهمية الإصلاح السياسي في التنمية، كما تطرقت أيضا لأهمية إزالة التعقيدات الإدارية بين المؤسسات المختلفة المرتبطة بالصناعة والاستثمار من خلال تشريعات جديدة. عندنا مشاكل تتعلق بالتعقيدات في الهيكل التنظيمي للدولة، عندنا مشكلات تتعلق بضخامة عدد العاملين والتكلفة المتزايدة للعمالة المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، وكمان مشكلة إنتاجية. يعني مش فقط المشكلة في عدد العاملين ولا المشكلة في 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 ضخامة هذا العدد ولا التكلفة بتاعته، ولكن المشكلة الأكبر في الإنتاجية، في الإنتاجية بتاعة الموظفين. نحن نعمل في كثير من الاتجاهات وفي كثير من الأمور على تسهيل حياة المواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. المواطن عليه دور في عملية الإصلاح، فإحنا شركاء في هذا الوطن. تعمل الحكومة المصرية وجميع الجهات المعنية على الإصلاح المؤسسي في مصر، وذلك إيمانا بأنه يمثل أهمية كبرى مما ينعكس بشكل جيد على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. أحمد سامح، أون لايف. كفاءات النهاردة اللي هتجتاز بإمكانش عليها. فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 110 ملايين يورو على شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي لتقديمها معلومات غير دقيقة خلال التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي في شأن شرائها تطبيق واتساب. وأشارت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاجر إلى أن القرار يستهدف توجيه رسالة قوية للشركات بضرورة احترام كل الجوانب التشريعية في الاتحاد الأوروبي. يواصل الجنيه استقراره أمام الدولار في مختلف البنوك الحكومية، حيث سجل سعر شراء الدولار 17 جنيها و95 قرشا، وبلغ سعر البيع 18 جنيها و5 قروش، بينما صعد سعر شراء اليورو ليسجل 19 جنيها و93 قرشا، وبلغ سعر البيع 20 جنيها و16 قرشا. كما ارتفع سعر الجنيه الاسترليني، حيث سجل 23 جنيها و22 قرشا للشراء و23 جنيها و54 قرشا للبيع.
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنحو ملحوظ خلال منتصف التعاملات، حيث صعد عيار 18 بمقدار 6 جنيهات مسجلا 543 جنيها، كما ارتفع عيار 21 بمقدار 7 جنيهات مسجلا 634 جنيها، كما زاد عيار 24 بمقدار 8 جنيهات مسجلا 725 جنيها، وغادر الجنيه الذهب قيمته السابقة بارتفاع قدره 56 جنيها ليسجل 5072 جنيها. تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنحو شبه جماعي، حيث هبط خام برنت بنسبة بلغت 1.38% ليسجل 51 دولارا و49 سنتا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس بمقدار 1.39% ليسجل 48 دولارا و39 سنتا للبرميل، بينما زاد خام الغاز الطبيعي بنسبة 1% ليسجل 3 دولارات و22 سنتا للمتر المربع. تراجعت أسعار المعادن في الأسواق العالمية بنحو شبه جماعي خلال منتصف التعاملات، حيث جاء الارتفاع الوحيد من نصيب الذهب، حيث ارتفعت الأوقية بنسبة 9% لتسجل 1259 دولارا و80 سنتا، بينما تراجع سعر أوقية الفضة بنسبة 98% لتسجل 16 دولارا و74 سنتا، وهبط خام النحاس بنسبة 2% ليسجل 5610 دولارات للطن. تراجعت مؤشرات والبورصات العربية بنحو جماعي بنهاية التداولات، حيث انخفض مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.15% لتسجل 6937 نقطة، كما تراجع المؤشر السعري لبورصة الكويت بنسبة 0.9% لتسجل 6725 نقطة، وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.5% لتسجل 3378 نقطة، وخسر مؤشر بورصة أبو ظبي 37% من قيمته السابقة، حيث سجل 4576 نقطة، وهوى مؤشر بورصة البحرين بنسبة 8% ليسجل 1308 نقاط. أغلقت مؤشرات البورصات الأوروبية على تراجع جماعي بنهاية التعاملات، حيث انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة بلغت 66% ليسجل 12548 نقطة، كما هبط مؤشر كاكارونت الفرنسي بنسبة بلغت 1.6% ليسجل 5261 نقطة، كما تراجع مؤشر فوتسي 100 الإنجليزي بنسبة 1.6% ليسجل 7424 نقطة. تراجعت مؤشرات البورصات الآسيوية بنحو جماعي في ختام التعاملات، حيث أغلق مؤشر نيكي الياباني منخفضا بنسبة بلغت 1.32% ليسجل 19553 نقطة، كما هبط مؤشر هانغ سينغ الصيني بنسبة بلغت 62% ليسجل 25136 نقطة. انتهت هذه الساعة الاقتصادية لهذا اليوم ولهذا الأسبوع، أيضا أتمنى لكم نهاية أسبوع ممتعة، وألقاكم يوم الأحد القادم إن شاء الله في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة بالطبع على أون لايف. إلى اللقاء.